نبدا مع حضراتكم بقى تفاصيل حلقه النهارده. وقبل ما ادخل في الاخبار وقبل ما اروح لتدريب النهارده، خليني اقول لحضراتكم انه يمكن اكتر حاجه مقلقه السيزون ده مش قوه المنافسه. يعني انا ما عنديش قلق من منافسين الاهلي سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري المحلي. طبيعي ان يبقى في منافسه، قلت لحضراتكم ان المنافسه دي حتى بتزود من متعه اللعبه، لكن اكتر حاجه مقلقه بالنسبه لي ويمكن نكون بدانا نحس بيها في ماتش دجله هو الارهاق وتلاحم المواسم. احنا بنتكلم انه خلصنا سيزن، ابتدينا سيزن تاني وكان سيزن طويل جدا ومش مخلصه، ده انت مخلصه ومفنشه وانت في التوب، انت واخد كل البطولات اللي لعبت فيها، وبالتالي عندك موسم جديد طويل جدا، في للاسف الشديد جدا مجبرين على التعامل طبعا مع فيروس كورونا بكل مخاطره، مضطرين نتعامل مع حاله الاجهاد اللي اعتقد هتاثر بشكل او باخر على مدار السيزن على قائمه النادي الاهلي. فنتمنى بس انه احنا نحافظ على الاسكواد، دي اكتر حاجه يمكن تقلقنا، لكن قوه المنافسين احنا لها ان شاء الله باذن الله، وقادرين نتعامل مع كل التحديات.